أولا السلام عليكم، معكم يوسف العيسى، أخصائي علاج وظيفي مستشفى حرس الوطني. اليوم بتكلم عن الأوكوبيشن ثيرابي رول وذا بيرن بيشنت. بحاول أختصر قدر الإمكان عشان تكون المعلومة سهلة سريعة توصل وترسخ في الأذهان إن شاء الله. قبل لا أتكلم عن رول وفي أوتي لازم نتكلم أول شيء عن السكن ونشرح عنه بشكل مختصر، بعدين نتكلم عن الووند بشكل عام وعن أنواع الحروق ومسببات الحروق وش الفروق بينها. السكن لازم نعرف أنه هو largest organ in the body ويغطي تقريباً 20 قدم مربع. لازم نتكلم عن function of skin لأن function of skin هي اللي تعلمنا وش راح يفقد المريض بعد ما يصير له حرق. وظائف باختصار هي حماية من الميكروبات، نحافظ على البادي فلويد والبادي تمبرتشر، وتوفير حماية للأعضاء الداخلية، وحماية الأطراف الأعصاب اللي هي نيرف إندينج. كما تشوفون أن للسكن ثلاثة لاير تقريبا، إبيديرمس وديرمس وسبكوتينيس. الووند، ليش نتكلم عن الووند؟ لأن الحرق يعتبر من أنواع الجروح أو الووند. بعد ما يصير أي جرح طبيعي إنه يصير فيه هيلينج، وللهيلينج أربع بروسس موجودة. طيب الأربع عناصر عادة بعد الجرح يصير تجلط الدم، فهذه المرحلة الأولى، بعدين يصير فيه التهاب إنفلاميشن، بعد ما يصير الإنفلاميشن يصير هي تبدأ الخلايا ترجع مرة ثانية نسميها برولايفريشن، وأخيرا نوصل إلى مرحلة الماتيريشن اللي هي الجلد خلاص صار رجع للوضع الطبيعي. البيرن ما هو شيء سهل يصيب الإنسان، في إحصائيات بصورها لكم برسلها لكم بالسناب القادمة شوفوها. طيب وش الكلاسيفيكيشن اوف بيرن؟ كيف نقدر نقسم الحروق؟ عندها طريقتين للتقسيم، اما بالسبب واما بالعمق. هذا التقسيم بالنسبة للكوز، عندنا الأشياء الأساسية الثيرمال والكيميكال والإلكتريكال والراديشن والفريكشن والإنهاليشن. تحت الثيرمال يدخل الفلاشينج اللي هو الانفجار في الغالب، الفليم اللي هو تعرض اللهب بشكل مباشر، السكالد سائل، الكونتاكت هو نمشيحة. بحط بسناب القادمة بعض الصور لبعض الأشخاص المحروقين، إذا كان ما يناسبك أو ما يعجبك الصور هذه ممكن تسوي سكيب للسناب الجاي. طيب كانت الصورة اللي فوق على اليسار هو إلكتريك، واللي تحتها كانت سكالد، واللي تحتها كان كونتاكت، اللي فوق على اليمين هو كيميكال، اللي تحته هو فريكشن، واللي تحته هو فلاشينج. معلومة سريعة بالنسبة للإلكتريك بيرن، هو في الغالب البيرن اللي هو يكون على السكن هو في الإنبوت والأوتبوت، هذا اللي يكون واضح على السكن، لأن بين الإنبوت والأوتبوت مثلا فرضنا المدخل كان اليد والمخرج كان الكتف، فممكن انكسرت عظمة عندي في داخل، لأن بين الانبوت والاوتبوت ممكن تأثر أعضاء داخلية، انقطع عندي نيرف، صار أي مشكلة بالبلود فيزلز ولا شيء، فلازم يسوون لها اكس راي، يسوون لها MRI عشان يتأكدون ان كل شيء سليم. بالنسبة للدبث اوف بيرن، تقسيمي اللي هو فيرستكس وفيرست وسكند وثيرد تقريبا ما صار يستخدم، صار يستخدمون شيء جديد، صار يستخدمون سوبرفيشيال اللي هو يكون سطحي، سوبرفيشيال بارشيال ثيكنس اللي هو اعمق، والديب بارشيال ثيكنس اعمق، والفول ثيكنس عميق جدا. عشان تسهل علينا، الفيرست ديجري تقريبا هي توازي السوبرفيشيال، السكند ديجري قسموها الى قسمين فخلوا القسم الاول سوبرفيشيال بارشيال ثيكنس والقسم الثاني ديب بارشيال ثيكنس، والثيرد ديجري تقريبا يوازي الفول ثيكنس. كمان بنزل بعض الصور، اللي ما يحب يشوف الصور اللي فيها اشخاص محروقين ممكن يسوي سكيب للسناب الجاي. طيب هذه الحروق بشكل عام، اللي فوق على اليسار سوبرفيشيال، اللي جنبه سوبرفيشيال بارشيال ثيكنس، اللي تحت على اليسار ديب بارشيال ثيكنس، واللي جنبه فول ثيكنس اللي هو تحت على اليمين. هذا الجدول يسهل علينا فهم الأقسام بشكل سهل. بعد ما تكلمنا عن البين الآن نتكلم عن السكار. لازم نعرف معلومتين عن السكار مهمة. السكارينج لازم نعرف انه هو من الهيلينج بروسس او اثناء الهيلينج بروسس يحدث، وعشان نوصل الى مرحله الماتريشن نحتاج
من 12 إلى 18 شهر، ممكن توصل إلى سنتين عند بعض المرضى. سكار ثلاث أقسام اللي هو هايبرتروفيك سكار والكيلويد سكار والكونتراكتشر سكار. في ريسك فاكتور اوف سكار، السكار كاري دارك سكن، الدبث اوف ووند، العمر من 10 الى 30 تقريبا، الريز اللي هو الاسيان والافريكان، واخيرا اللوكيشن اذا كان بالشولدر والتشست فيكون او الاير لوب فعنده ريسك، يعني انه احتماليه اكبر ان يكون عنده سكار. طيب هذه الدراسه عن الريسك فاكتور اوف سكارينج، ممكن تطلعون بالنسبه للاوتكم ميجر. هذه كذلك دراسه عام 2010 عن السكار سكيل. بالنسبة للأوتكم ميجر للسكار نفسه نستخدم فانكوفر سكار سكيل، وكما واضح قدامكم هذه العناصر حقته. بالنسبة للكم يعني نسبة الحرقة بالنسبة للجسم يسمونه توتال بادي سيرفيس اريا. عادة احنا ما نسوي، يسوون الدكاترة في الـ ER، بس عموما هذا للمعلومية والفائدة. الشريحة تبين وش الأوتكم ميجر اللي نستخدمه بشكل عام. الأكسفورد أسسمنت للمسل باور، البين سكيل، التوتال بادي سيرفيس أريا، الفانكوفر سكيل، 0 to 10 الإيتشنس، إديما سكيل، والدينوميتر. في شيء ما أضفته، إذا كان الحرق على اليد ممكن نستخدم الدينوميتر لنقيس الباور المسل باور حق الهاند. طيب الآن نتكلم عن الأوتيرول بشكل عام. في ثلاثة فيز موجودة اللي هي emergency phase, acute phase و rehabilitation phase، وفي كل فيز لنا رول معين ممكن ندخل فيه، بشرح لكم بالتفصيل الآن. emergency phase نكون نشتغل على splinting والpositioning. هذه صورة تبين وش البوزيشن المناسب لمرضى الحروق أو اللي عندهم بير. بالنسبة للacute phase عندنا الإديمة control اللي هو maintaining range of motion, prevent functional loss, oil massage. طب rehabilitation phase المساج، الكمبرشن ثيرابي، السيليكون شيت، الليزر ثيرابي، الADL training، psychosocial. طيب هذه كل فيز وش نوع التدخل حقنا اللي يكون. في شيء بسيط بعرضه بالأخير. الشيء الأخير إني بعرض إحصائيات سويناها عندنا في الحرس للمرضى الموجودين عندنا الأطفال. قبل لا أتكلم عن الستاتستيك اللي إحنا سويناها، ودي أوضح حاجة قاعد تصير عندنا بشكل غالباً. إحنا عندنا سيزن للحروق كثير موجود، أو نوع من أنواع الحروق. مثلاً بداية الشتاء أو أول ما دخول الشتاء تكثر عندنا الحروق الناتجة عن السوائل الحارة. الأوقات كذلك اللي هو منتصف الشتاء وآخر الشتاء بداية الربيع إذا تكثر عندنا حالات الامبيتيشن الموجودة بسبب الدبابات وغيرها. ووقت الأعياد يجونا كثير ناس عندهم حروق بسبب الألعاب النارية مثلا. فمعرفتنا للسيزن الموجودة يمدينا نتوقع كم عدد المرضى وش المانجمنت اللي نحتاج نسويها معهم. من أوغست 2015 إلى أوغست 2016 استقبلنا 103 أوت بيشنت وتقريبا 38 امبيشنت. بالنسبه للجندر ما في فرق كبير، تقريبا 53 الفيميل اكثر شويه من الميل، بس تقريبا نسبه مقاربه يعني. هذه الاعمار اللي وعدد المرضى من كل عمر اللي هم مصابين بحروق. طيب هذا نسبه الرايت الى اللفت تقريبا متشابه، بس الرايت اكثر تقريبا، يعني تقريبا الرايت 57% و43% لللفت. وهذه البيرن كوز نلاحظ ان تقريبا السكالت هو الاكثر. هنا يبين معنا البيرن ديبث الاكثر عندنا السوبرفيشال بارشال ثيكنس، بعدين يليه الديب بارشال ثيكنس. بالنسبه للتوتال بادي سيرفيس اريا تقريبا الاكثر عندنا، اكثر المرضى عندنا تحت 10% متاثر من جسمه. بالنسبه للاريا امبول تقريبا الثاي هو الاكثر عندنا. هذا اللي عندي اليوم، شاكر لكم حسن استماعكم، اعذروني إذا كان في خطأ ولا إذا كان الصوت مو واضح.
طيب جاني سؤال وللأسف ما كبشرته، كنت فاهي شوي بجاوب عليه الحين. السؤال يقول وش الفرق بين الهايبرتروفيك سكار والكيلويد والكونتراكشر؟ أتوقع الصور كانت واضحة بس عموما بشرحها مرة ثانية. طيب بشرح الكيلويد والكونتراكشر بعدين برجع للهايبرتروفيك سكار. الكيلويد عبارة عن سكار كبير مرة يرتفع بشكل كبير، نهاياته أو أطرافه تكون سود غامقة. الفسكرة التي فيه عالية جدا، يعني معناها كثافة الدم في زيادة أو عالية مرة، وغالبا يتواجد في الأماكن اللي فيها ريسك فاكتور اوف سكارينج اللي هو الشولدر والتشيست والإيرلوب. الكونتراكشر باختصار هو عبارة عن هايبرتروفيك سكار موجود فوق أو كيلويد سكار موجود فوق جوينت، أما يكون فوق الجوينت أو قريب من الجوينت فراح يسحب الجوينت عليه. لو فرضنا أن السكار موجود تحت الرينج فينجر بالبالم، فبسبب السكار راح يروح يروح الأصبع للفليكشن، فراح يسحب الام سي بي جوينت للفليكشن. الهايبوتروفيك سكار هو يعني عبارة عن كولاجين متجمع بشكل كبير، في الغالب بارتفاع ما يكون عالي. جوابا على السؤال، السكار يجي مع أي ووند، أي جرح، سواء كان حرق اللي هو بيرن ولا قطعة سكين مثلا أو عملية، لأن السكار هو من البروسس حقة الهيلينج للووند. فعشان يكون الموضوع واضح، نعم في كل بيرن يصير فيه سكار، ومو أي سكار سببه بيرن. بالنسبة للبروشة جارمنت، احنا لازم نعطي ضغط أعلى من ضغط الكابيلري بروشر اللي هو 2.2 تقريبا. بالنسبة للمقاس، احنا ناخذ المقاس بشكل طبيعي، مقاس الجسم، ونرسل للشركة، الشركة هم يضيفون في ضغط زيادة فيصير ضغط. بالنسبة طريقة استعمال البروشر جارمنت باختصار، يلبسها بشكل دائم ما عدا وقت المساج، وقت الترويش ممكن يفسخها. بالنسبة للليزر يساعدنا بحاجتين، اول شيء بالنسبة للسكار وبالنسبة للوند. اولا قبل ابدا، احنا نشتغل في الليزر اللي هو يسمونه لو فريكوانسي اوف ليزر. بالنسبه للووند في فريكوانسي معين نقدر نستخدمه، وهذا يساعدنا ان الووند يقفل بسرعه. فساعات اذا كان مثلا البيشنت عند البيرن كلينك وعندهم ووند عيه يقفل، يرسلون لنا احنا بالليزر نشتغل معه عشان نساعد او نسرع عمليه الهيلينج. اما بالنسبه للسكار، طريقه عمل الليزر انه يخفف الفاسكولاريتي في تحت السكار، فمعناها ان السكار بيكون بيلين معنا مع بالليزر، وكذلك بيقل ارتفاعه. طيب ختاما بختم ثلاث اشياء سريعه. أولاً، وما أوتيته من العلم إلا قليلاً، كلنا عندنا نقص في كثير من المعلومات، بس مثل هالحسابات ساعدنا علشان تتطور. فمثل هالحسابات مفروض أن نعطيها شوية من وقتنا عشان نستفيد ونتعلم أشياء جديدة. ثانياً، ودي أشكر كل من علمني، سواء كان ثيرابيست مسكني أو وقت الانترنشيب زميل معي أو ستيودنت كان معي، وما وصلت إلى هذا المستوى إلا بسببكم. شكرا جزيلا، واتمنى ان استفيد منكم مستقبلا. ثالث حاجه احب اقول للقائمين على الحساب هذا، شكرا جزيلا لكم، خصوصا الاختصار العقيل، على الفرصه اللي قدمتها لي.